اهلا بحضراتكم مره تانيه معانا. الحقيقه ان احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، يعني الحقيقه انه موضوع مراقبه الله في السر والعلن، يعني المفروض ده سلوك اسلامي، المفروض بيضبط العلاقه بين المسلم وبين ربه وبين المسلم وبين باقي المسلمين. يعني الحقيقه انه كلنا محتاجين نحس الاحساس ده طول الوقت وننفذ ونتعامل بالمنطق ده طول الوقت. يعني خلينا نرحب بالشيخ صبري الفواخري، اهلا بحضرتك معانا، منورنا دايما كل خميس. ربنا يديم حياتك. اهلا بحضرتك. لو حضرتك تقول لنا كده في البدايه، ايه المعني بمراقبه الله في السر والعلن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد، صلي ربنا على حضرته وارضى ربنا يا مرضي العباد عن ال بيت سيادته، وتحنن يا حنان وتمنن يا منان وتكرم يا كريم وترحم يا رحيم على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لما هجان. في الحقيقة إن الإنسان لا يعجب حينما تنعدم الضمائر وتموت الأحاسيس، ويصبح الشخص من تظنه عزيزا هو في قمة الخسة والدناءة. حينما استعرضت حضرتك قبل البرنامج في التقرير الصباحي اللي بتاع صباحك عندنا، ان واحد يتقاضى رشوة 2 مليون جنيه ويعطل على الدولة عشرات الملايين، بالتأكيد حينما نسمع عن آخر يتقاضى 30,000 جنيه، وآخر قاضي آخر يأخذ رشوة على الكافي 150,000 جنيه، وكأن الناس جن جنون القوم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونسينا حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك ترى. المراقبة بتيجي من هنا، أعبد الله كأنك ترى، من فكرة أنه إحنا نحس أنه إحنا شايفين ربنا، ربنا شايفنا، فبالتالي يبقى فيه يعني سيدنا علي كان بيقول حاجة جميلة جدا، أنا لا أعبد ربا غائبا، ده حاضر ده موجود، ونعم بالله. مش ان انا كمني مش بشوف ربنا بالعين المجرده، لانه لا يرى بالعين المجرده. هو خلق الزمان والمكان حيث لا تحيز، وهو على ما عليه كان، وهو الواحد الديان. قال انا لا اعبد غائبا بل حاضرا موجود. فهو لو استحضر ان ربنا موجود وقت ما كان هياخد الرشوه ما كانش خدها. لو استحضر ربنا موجود، يعني شاعت عندنا فوضى غريبه جدا في الشرقيه برضه، وده من ضمن الكوارث اللي بتنتشر في محافظات مصر، خطف الأطفال وقتلهم وسرقة الأعضاء، سرقة أعضاء البشرية. هذا السخف وهذا الجنون وهذا الإجرام الذي لم يكن متواجدا، أو استغلالهم في الشحاتة كمان، أو استغلالهم في الشحاتة جدا، وبقينا ده أبشع يعني وأضل سبيل. أن أنت تتسول في الخطورة والقلق، أن أنت تتسول بخليفة الله في الكون المفروض أن هو جاء ليعمر الكون، أن أنت تخليه إنسان متسول في وقت العمالة في الصين احتلت العالم كله، والعمالة في الهند احتلت العالم كله، واستغلال الجنس البشري استغلال أمثل في أنه يبقى فعلا يصبح خليفة الله في الأرض، مش يصبح متسول، أو أن أنا أسرق طفل من أحضان والديه وأبيعه أعضاء ويفاجئ أن هو مقتول وميت وبتاع، وأعضاءه كمان مسروقة. لذلك أحد الصالحين، علشان نوصل القيمة من الحلقة بتاعت النهاردة لأعزائنا المشاهدين، كان له 10 من التلاميذ يخصهم بحنانه وعطفه وكذا، فأراد أن يجري لهم اختبارا، وكان يخص أحدهم بالمحبة، وكان التسعة الباقيين بيغاروا منه، يقولوا يا شيخنا أنت تفضل زميلنا علينا، أخانا في الله علينا وكذا وكذا. قال سأحضر لكم كلكم دجاجة، كل واحد فيكم حديله دجاجة يذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. كلهم اللي استخبى ورا شجرة، اللي دخل تحت السرير، اللي مش عارف راح فين، اللي استخبى في الأوضة، وهو خد الدجاجة بتاعته وقفل على نفسه. كلهم ذبحوا وجم، هو جاب الدجاجة بتاعته صحية. فقال له الشيخ وهو أعلم بطبيعة تلميذه إن هو ده يستاهل المحبة ولا لا، قال له لماذا لم تذبحها؟ قال يا سيدنا لقد أمرتني أن أذبح في مكان لا يراني فيه أحد. فصعدت على السطح فوجدت الله يراني، فنزلت أسفل السطح فوجدت أن الله يراني، فلم أذبح. فقال أتدرون لماذا اختصصته بالمحبة والعلم؟ لأنه كثير المراقبة لله والخشية لله أكثر منكم،
في الوقت اللي انتوا قلتوا ما فيش بشر، اين كان الله موجود؟ ما كان موجود. لذلك ربنا سيدنا موسى بيقول لربنا سؤال غريب جدا يا استاذه داليا، ما فيش حد يساله غير نبي. قال له انت حضرتك بتنام ولا بتاخدك سنه من النوم؟ معقوله من ملايين السنين وانت يعني؟ ولها المثل اعلى طبعا بالتاكيد. فقال له يا موسى انت عايز تشوف ان انا بتاخدني سنه ولا من النوم ولا لا؟ قال له ايوه حضرتك. قال له هات ازازتين زي ازاز الحاجه الساعه الازاز دي ودنك صلي وانت ماسكهم. فسيدنا موسى دنه ساعه اتنين وهو بيصلي وهو ماسكهم، فاخذته سنه من النوم، فالازاز وقعوا من ايديه اتكسروا وهو نام في محله. فالصبحيه الشمس ما صحته، فربنا بيكلمه. نعم. وهو اعلم يقول له يا موسى اين ذهبت الزجاجتين من يديك؟ قال له والله اخذتني سنه من النوم وانت اعلم، انت بتسالني وانت اعلم، فوقعوا من ايديا واتكسروا. قال كذلك انا الله وعزتي وجلالي. بص بقى، بص الجمال والروعه بقى. ونور وجهي وقديم سلطاني، انا لو نمت بقى او اخذتني سنه من نوم لوقعت السماوات والارض من يدي كما وقع الزجاج من يدك، فكيف انام يا موسى وانا على كل شيء قدير؟ لو المتخلف اللي خد رشوه، او اللي بيذبح اطفالنا علشان يسرق اعضائهم، او اللي بيبتز موظفين ابتزاز جنسي، ما بتحصل برضو في رشاوى جنسيه وقحه وقذره لا تليق بهذا الشعب السامي، الشعب المصري المحترم الذي بث العلم والاخلاق في العافي ربوع العالم كله، زي ما سيدنا الشعراوي قال مصر التي صدرت علم الاسلام حتى للدول التي نزل فيها الاسلام وهي المملكه العربيه السعوديه. اصبحنا احنا نقول لك ده في تحرش في مصر، ده في استغلال الاطفال في مصر، ايه اللي حصل؟ وكان جنون القوم. والضابط الاخلاقي هنا هو مش محتاج الحكومه، الحكومه مش هتمشي ورانا، مش كل حاجه ربنا شايفه طول الوقت. الرئيس مش هيمشي ورا 100 مليون مواطن، او رئيس الوزراء او الوزراء، مش بنلتمس منهم اعذار، بس الناس دي ما مشغوله في اداره البلد، مش هيمشي ورا ال 100 مليون يا داليا، 100 مليون تاني مليون مراقب طبعا بالتاكيد. هو ضمير البني ادم المفروض يكون هو الفيصل في المساله دي. نعم. ضمير البني ادم هو المفروض يكون الدافع لكل حاجه، مش الخوف من الحكومة أو النظام أو ما شابه. هل مراقبة الله في السر والعلن دي نوع من أنواع العبادات؟ طبعا ده من أسمى العبادات، أعبد الله كأنك تراه. آه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك بالتأكيد. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. سيدنا الإمام علي كان بيكنس بيت المال بعد ما يوزع ملايين الملايين، ويكنس بيت المال وينام فيه، فبيسألوه بيقول له طب انت ما تسيب العامل يكنس بيت المال اللي هو يعتبر البنك الخزنه، بس كان ايام زمان اسمه بيت المال، ما تسيب العامل يكنس بيت المال، ما هو مش فيه ولا درهم ولا دينار، ما انت وزعت كله على المسلمين، انت بتعمل كده ليه؟ قال علشان تعرفوا انني لم اختلس درهما ولا دينارا من اموال المسلمين، ويمكن يشهد لي يوم القيامه. لان ربنا بيقول ايه؟ يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى ايه؟ اوحى لها. بيقول للارض اتكلمي، اللي زنى في الحته دي قولي عليه زنى، اللي سرق قولي عليه سرق، طب اللي كان بيعبد قولي عليه كان بيعبد، اللي كان بيذكر الله وبيصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الارض تشهد له يوم القيامه. لذلك امنا فاطمه حبت تعمل موقف جميل جدا مع ابوها ورفض. ايه اللي هو رفضه؟ جات له عبيد كتير واسرى كتير. فسيدنا علي بيقول لها انت بتطحني لغايه ما ديكي بقت خشنه، وبتملي على راسك ميه لغايه ما شعرك ابتدى يتساقط من كتر خدمه جوزك وبتاع، وبتعلفي ليا الفرس بتاع اللي انا بجاهد عليه في سبيل الله، فانت تعبانه وشقيانه وانا فقير مش قادر اعمل لك حاجه، روحي للنبي صلى الله عليه وسلم خليه يديكي عبد او امه تخدمنا في البيت مش عيب. فراحت لابوها على استحياء، تخيلي بقى وابوها لسه جاي له عبيد وهو معلم الناس الخير وهو رحمه الله العالمين. فاستحت تمشي على استحياء، فبتقول له انا ليا طلب صغير، قال عيني قولي. ده النبي اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد. قال لها عايزه ايه؟ قالت له استعينه بخادم، تديني خادم اللي جايين لك النهارده دول يخدمني في البيت انا تعبانه. قال لها تعبانه ازاي؟ قالت له بملى على راسي من مسافه اكتر من 2 كيلو، وبعلف الفرس
وبقعد اطحن لعلي والحسن والحسين وزينب، شوفي ده عامله ازاي؟ لا حلو ايديكي، مالها حلوه ايديكي؟ انا اديكي عبدي يخدمك واسيب المسلمين؟ وانا حدي المسلمين كلهم عبيد زيك؟ لا ارجعي فكوني في خدمه زوجك واولادك فهو في سبيل الله. ورفض وقال لها ما تتعبي اذكر الله، لان الا بذكر الله تطمئن ليه القلوب. بص 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 الروعه، لانه تحقق للنبي ان المال ده مش مال العبيد دول، اما يبيعهم او يفدي بهم المسلمين ومش يختص بنته بحاجه. لذلك من ضمن المراقبه بقى ان سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو امير للمؤمنين امم نفسه وامم مراته، فمراته بتقول له يعني تاخد الملايين الذهب ده كله بتاعي اللي ابويا سايبه لي عبد الملك بن مروان واخويا الوليد واخويا هشام، وتاخد الذهب ده كله، ده عشرات الكيلوات من ذهب. قال لقد اخذه ابوك من غير حقه واعطاك من غير حقك، وهو ذهب المسلمين، فاما ان تختار الذهب واما ان تختارين. بص بص واحد بيأمم نفسه. وبعدين قال له طب هتاكل ايه؟ قال خبز وملح. قال له ده في مسلمين فقراء خالص ومش بياكلوا كده، بياكلوا احسن منك. وقت تاكل لحمه؟ يعني انت كحاكم للعالم كله وقت تاكل لحمه؟ قال اذا علمت ان افقر فقير في المسلمين اكل اللحم اكلته. ورفض امم نفسه بنفسه من مخافته من الله سبحانه وتعالى. لذلك احد اكبر الزهاد في تاريخ الاسلام خليفه عمر بن عبد العزيز. احسنتي والله احسنتي وبرافو على حضرتك يا استاذه داليا، واحسنتي احسن الله اليك. من ضمن للامام العادل خامس الراشدين واحد الائمه العادلين. ليه؟ لانه كان تحققت عنده اعبد الله كانك تراه، والمناصب زائله والكراسي زائله والاشخاص زائله، مش باقي غير وجه الله سبحانه وتعالى ثم السمعه الطيبه. طيب هل يعني في تقصير من قبل المعديين بالشأن الديني بشكل عام بقى، إما وعاظ الأزهر الشريف أيا كان، في إنه نشرح للناس أو نوضح للناس أهمية العبادة دي، دورها تأثيرها؟ قد نكون بنتكلم في حاجات تانية أو بيتكلموا في حاجات تانية طول الوقت وفي تركيز عليها، هل الجزئية دي ممكن تكون غايبة عن البعض شوية، ولا حضرتك برضو شايف إيه في كثيرا ما ناشد الرئيس قوما لا يسمعون. لما الرئيس يقول لك أنا عايز أجدد الخطاب الديني، تبقي قاعدة في المسجد تلاقي الراجل بيتكلم عن موضوع غير موضوع اللي انت فيه. ما هو ليه بعض المتخلفين قال لك ايه تجديد الخطاب الديني؟ هو الدين بيتجدد؟ نقول لهم يا جماعه ما حصلت قبل ما الرئيس ينادي بيها، ما حصلت مع اعظم عالم في الدنيا الامام الشافعي، كان عامل حاجه يا داليا في العراق اسمها الفقه الشافعي القديم. ليه بقى؟ احنا دي وانا بحييك على السؤال ده علشان نوصل للناس المتخلفين المتحجرين اللي واخدين صوره عن الاسلام غلط. اهل العراق اهل شده وبطش، فلازم المشرع هنا زي الامام الشافعي يديهم احكام فيها غلظه فيها قسوه تناسب الجرم بتاعهم. لما جه يعيش في مصر لا اهل مصر اصحاب قلوب رحيمه ودمعتهم قريبة وأجسامهم ضعيفة وحاجة حلوة كده، فعمل حاجة اسمها الفقه الشافعي الجديد. فبيسألوه يقولوا يا إمام ألك فقهين؟ في واحد له زمتين؟ قال لا ولا زمتين ولا حاجة، أنا عملت في العراق الفقه الشافعي القديم القديم لأنهم أهل شدة. أهل شدة ده قتل الإمام الحسين وعيطوا عليه. فسيدنا علي زين العابدين بيقول لهم انتوا بتعيطوا على مين؟ قالوا على ابوك. قال فمن الذي قتلنا؟ يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى. ايه الكلام الفاضي اللي انتوا بتعملوه ده؟ فدول يحتاجوا الفقه ده اللي فيه شده. طب هنا؟ قال لا ده اهل مصر اهل قلوب رحيمه و لا يعني فطرة هي سليم. هي المساله ممكن تختلف، التشريع ممكن يختلف من بلد للثانيه. ما هو بما يناسب اهل البلد، بما يناسب دي؟ مثلا إذا سرق السارق أنا أقطع يده. طب لو في مجاعة وسرق؟ الإسلام يقول لك ما تقطعش يديه لأن أصله مضطر. أكل الميت حرام، بس ما يبقى في مجاعة وحموت وأنا في صحراء ومش لاقي غير الميتة أكل منها بقدر معلوم، قدر بسيط جدا ما هو يسد الرمق لغاية ما تجاوز الصحراء وأقدر أكل أكل تاني طبيعي. حتى على الرغم من إن ده نص قرآني. حتى على الرغم ان ده نص قراني،
لذلك في عام الرمادة سيدنا عمر لم يقطع يد سارق. ليه؟ لأنه أصله كان عام في مجاعة والمسلمين بيأكلوا أوراق الشجر، فاللي هيسرق هيسرق مضطر. لكن إن أنا أعطل حدود الله ده غلط. والإسلام مش له وجهين، الإسلام هو له وجه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام لا يعرف النفاق، لا يعرف كذا، لا يعرف كذا، لا يعرف. لكن مراعاة أحوال العباد طبعًا مسألة في غاية الأهمية برضه، ممكن يتوقف عليها شيء من الثوابت. طبعا طبعا ممكن نغير الثوابت علشان طبعًا نراعي زي ما أحوال الناس أحلوا إن أنا أوهب الأعضاء بتاعتي وناس حرموها، فاللي حللوها قالوا لك لأن إحنا هناخد من واحد بيموت والتراب هياكل جسمه لواحد حي يستعين بهذا العضو في حياة أخرى. فواحد تاني قال لك لا مش ناخد الأعضاء ولا نتبرع بالأعضاء لأن الأعضاء دي مش ملكنا، ده المفروض أنا برجع الميت صاغ سليم لربنا بكبده بكليتين وبكذا بكذا، ومش هاخدها منه وأديها لواحد تاني. فاللي حللوها قالوا لك الحي يبقى من الميت، والعضو اللي هيتاخد دوت ما هو برضه هيعين على ذكر الله وعلى العبادة. واللي قالوا لك حرام إن إحنا ناخد الأعضاء نتبرع بيها، قالوا لك لأن ربنا ما كان خلقه بكليتين وبعينين وبلسان وشفتين وكبد، أنا المفروض إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. إلى أهلها. فأنا باخد الحاجة اللي تناسبني بدون ما أعصى الله ورسوله. ونعم بالله. نعم. طيب هل يعني عبادة مراقبة الله في السر والعلن، حضرتك قلت إنها عبادة، هل لها طقوس؟ هل لها علامات؟ يعني ازاي البني ادم يعني يمارس العباده دي ويبقى متاكد ان هو بيعمل ده بشكل صحيح وسليم؟ هي نابعه من الاخلاص، ان انا بعامل ربنا في السر زي ما بعامله في العالم، بعامل ربنا بوش واحد. الوش الواحد ده ايه؟ انا بخاف من ربنا سواء في ناس او ما فيش ناس. لذلك يمكن حضرتك تتذكري واعزائنا المشاهدين يتذكروا لما سيدنا عمر قال عزمت عليكم ألا يغش أحد اللبن بالماء. الناس اشتكوا له إن الولاد إما بيشتروا كيلو لبن بيلاقوا نصه مية، فقال اللي هيغش اللبن بالماء هنجلده، لأن ده غش تجاري وربنا سبحانه وتعالى نهى عن الغش بتاعه. نعم. فخلاص. فبالليل سمع واحدة بتصحي بنتها قبل الفجر، أنت عارفة إن الحلب عند الفلاحين بيتم في الصباح المبكر، مش كده؟ بالتأكيد. فبتقول لها كبي على الجره اللي عندك دي حطي نصها ميه، يبقى نص جره لبن هتكبي عليها ميه هتخليها كامله، علشان بدل ما تبيع 20 كيلو لبن خالصه لا تبيع 30 وتكسب ال10 كيلو دي ميه تبيعها في. فقالت لها اما علمت من عزيمتي امير المؤمنين انه امر مناديه الا يغش اللبن بالماء؟ قالت يا بني يا بنتي انت في مكان لا يسمعك فيه امير المؤمنين، ده هو في سابع نومة الوقت. وخلي بالك يا داليا ده كله وسيدنا عمر بيسمع الحوار بره، بيشوف الرعية حالها عامل ازاي، مش بيتجسس، ده هو بيتفقد الرعية لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقالت لها يا امي اذا غاب امير المؤمنين فان رب امير المؤمنين لا يغيب، واذا كان امير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. شفت الثقافة والفلسفة. والأم تقول لها غشي، قالت لها مش هنغش ومش هنكب مية تانية ومش هسمع كلامك وأعصى أمير المؤمنين، لأن ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والراجل ده مش بيقول حاجة غلط. مش إن أنا مش يلاقوا في الشرقية برضو للأسف الشديد محافظة اللي هي رمز الكرم أصبح الاحتيال سمة ظاهرة فيه، يلاقوا 1000 حمار مدبوحين ومش في غير الرجلين والروس بس موجودة، ويتباعوا للمطاعم يعملوها بتاع ديليفري وبتاع ومشويات وأكل. ده كلام لا بس دي مش مشكلة الشرقية بس، يا ده ما أقول لك لا ما أنا دي أنا مشكلة أنا في مصر أنا كلها أنا مصر كلها دلوقتي بقت بتاكل. أنا من محافظتي لو كل داعية وكل إعلامي قام ونهض في محافظته هنبقى أحسن الناس، لأن أنا مش هقدر أسيطر على المحافظات كلها، أنا ممكن أبقى مصلح في مكاني وحضرتك مصلحة في مكانك. ليه بعد ما كنا رمز الكرم وبيشار إلينا رمز الكرم يحصل عندنا إن إعلامية تستضيف واحدة تفاخر مع عاشقها
ان هي حامل سفاحا من عشقها وتقول لك مش هنزل الواد ده، حصل عندنا في الشرقيه. ليه ان 600 متحرش يبقى ماشيين ورا فتاه؟ ده حصل عندنا في الشرقيه بعد ما كنا رمز الكرم، ونشوف الرئيس على الهوى الراجل المحترم الراجل العسكري المحترم يروح لواحده الناس تحرشوا بيها يقول لها احنا اسفين احنا اسفين احنا عدنا شعب مش محترم، او الغالب او السمه الغالبه، لكن الخير فيا وفي امتي ليوم القيامه. مصر دايما بلد المحترمين. حصلت في اثناء الاحتفال بفوز الرئيس السيسي. مصر دايما بلد المحترمين، مصر دايما بلد العلماء والازهر الشريف. فاذا كانت السمه الغالبه ان عاد في تحرش في مصر وكذا وكذا، لكن والله والله هياتي وقت على مصر نبقى مضرب الامثال في الادب والاخلاق والاخلاق الحميده. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. بالتاكيد. طيب هل مساله مراقبه الله في السر والعلن ليها علاقه او ليها صله بشكل او باخر بفكره انه البني ادم يحاسب نفسه، البني ادم يختلي بنفسه ويعاتب نفسه؟ هل يعني هم واثقين الصله ببعض ولا دي مساله ودي مساله؟ ده شديده الثقه ببعض، الصله ببعض. واحسنتي احسن الله اليك وبارك فيك. قال صلى الله عليه وسلم: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. لان لو كل واحد قعد قبل ما ينام، انا لو مت وانا نايم هخش الجنه ولا النار؟ انا النهارده سرقت مين؟ تحرشت بمين؟ اكلت عيالي حلال ولا حرام؟ بريت ابويا وامي ولا لا؟ وصلت رحمي ولا لا؟ شهدت زور ولا لا؟ انا صليت الفروض الخمسه في وقتها ولا لا؟ انا كان الماتش شغال، دنيتني اسمع الماتش وسبت الراجل اللي في المسجد بيقول الله اكبر الله اكبر، وسبت كلمه الله اكبر ده ورحت ورا الشيطان والهوى، ولا قلت فعلا الله اكبر وسكرت قفلت المحل بتاعي وقفلت الشقه بتاعتي ونزلت لبيت نداء الله ولا لا؟ ده لازم تحاسب نفسك، لازم تشوف انت عملت خير ولا لا. مش شرط تكون مسؤول، ما انت اكبر مسؤول في العالم هو المسؤوليه عن اسره. لان الوطن تكون من ايه؟ من مجموعه اسر، من ملايين البيوت في مصر عملت 300 مليون مصري. فاذا كان رب الاسره القيم على الاسره بيراقب مراته شافها ماشيه صح ولا غلط، بيراقب ولاده، بيراقب بناته، الوضع ده يرضي ربنا ولا مش يرضي ربنا؟ لكن اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. ده اصبح حضرتك تخشي البيت تلاقي الست ماسكه تابلت، تلاقي البنت ماسكه والولد ماسك والراجل ماسك، فبتقول لامين سلام عليكم، من هيرد عليك؟ جن جنون القوم واستغلينا التقنيه الحديثه اسوا استغلال، مما سبب ارتفاع عدد الطلاق، ارتفاع التفكك الاسري. بتبقى الست جنب الراجل في غرفه واحده والاثنين اقسم بالله ما بيكلموا بعض، هما شغاله على الواتس واللي هو شغال. ده حقيقي. ليه؟ انا عايز حبه مراقبه. الولاد عاملين ايه؟ يحفظون كم من القران؟ اشمعنى احنا بنأسس الولاد في اللغه الانجليزيه؟ مش عدنا بنحفظهم قران ليه؟ مش عدنا بنخليهم؟ لا، هو في ناس الى الان بتهتم برضه بتحفيظ اولادها القران، بس هي الفكره كلها انه ازاي نمارس الدين، مش بس نحفظه. يعني مش الفيصل مش في حفظ القران قد ما هو اتباع تعاليم الدين في ادق التفاصيل، ممارسه ده على طبعا ارض الواقع. الدين طبعا في النهايه معامله واخلاق البني ادم بينفذها. طيب اخيرا بقى، يعني سؤالي الاخير في مساله مراقبه الله في السر والعلن، بيحس بايه البني ادم اللي ما بيمارسش العباده دي على الاطلاق؟ هل يعني مع الوقت قلبه بيتقفل ولا عقله اللي بيتقفل ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني في حاله انه بعدت عن ممارسه العباده. حي لكنه ميت. نسوا الله فانساهم انفسهم. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ان هو غافل عن الله، قلبه ميت. لذلك اللي خطف الاولاد وذبحهم وخد اعضاهم ده قلبه ميت، مش عنده مراقبه. ده جزار، ده سفاح، ده عيب نقول جزار، لان الجزارين بيعملوا لنا لحمه ناكلها وحاجه حلال. ده سفاح، ده دراكولا للاطفال. اللي ماشيه في الغلط وهي متجوزه، زي البنت اللي الشرقاويه القذره دي اللي استضافوها في برنامج وجاي على الهواء تعمل ايه؟ هي جايه على الهواء تفخر بالمعصيه؟ انت شفتي اي دوله في العالم واحنا ام البلاد دوله ذكرت في القران والرئيس عمال يزرع فينا القيم، وقبل الرئيس سيدنا رسول الله اللي احلى من العالم كله عمال يزرع فينا القيم علشان نبقى دوله ننهض ومش نعيش على المعونات والتسول، والراجل عايز يزرع فينا الكرامه
وإعلامية مستضيفة واحد معاشاها وتفخر إن هي حامل منه من حرام؟ الحقيقة أنا الحقيقة ما شفتش الواقع اللي حضرتك بتتكلم عنها، بس هو الحقيقة برضو خلينا نقول أنه دلوقتي أي حد بيسلك أي سلوك غريب أو بيتصرف أي سلوك ممكن حضرتك تشوفه مقزز بغيرك يشوفه عادي أيا كان التصنيف، لكن في النهاية أي حد بيعمل أي حاجة غريبة بيتشهر. دي أسهل حاجة في مصر دلوقتي. عامة الكلام مع حضرتك يعني الحقيقة لا يمل منه أبدا، يعني إن شاء الله هنكمل بإذن الله في ملفات تانية ومواضيع تانية بالتأكيد. بنشكر حضرتك الشيخ صبري الفواخري الداعية الإسلامي. الحقيقة أنه كده فقراتنا خلصت، لكن البرنامج لسه ما خلصش، البرنامج مستمر. هتكون معاكم بعد الفاصل الزميلة مروة عزام وهتقدم لنا فقرة أعرف طفلك. يعني تحياتي، أشوفكم على خير بإذن الله في حلقة جديدة من صباحك عندنا. كنت معاكم داليا أبو عمير.